جزاكم الله خير الأفضل يقول الشيخ صالح في بناء المسجد هل هو يكون كاملا أم المشاركة فيه وهل الأجر سواء لا شك أن أن بنيان المسجد كاملا على نفقة محسن أنه أفضل من المشاركة ولكن إذا كان الإنسان ما يقدر على القيام بمؤونة المسجد كلها في العمارة فيشارك فيه على الاقل وله الاجر في ذلك نعم